الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل ولا مكان له، سبحانه عين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له، فلا تضربوا لله الأمثال، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور بصارنا وبصائرنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالحمد لله رب العالمين الذي جعل الموت لنا تذكرة، ونحن نسير في دروب الحياة ونتقلب على هذه الأرض لأننا بحاجة إلى وقفة نحاسب فيها أنفسنا ونزن فيها أعمالنا ونجدد فيها توبتنا وعزمنا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات. أتحدث إليكم اليوم عن حقيقة عظيمة أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكرها، ومع هذا فالكثير من الناس يشمئزون عند ذكرها ولا يحبون الحديث عنها. إنها حقيقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنها الحقيقة، كل حي سيفنى وكل جديد سيبلى، وما هي إلا لحظة واحدة في مثل غمضة عين أو لمحة بصر تخرج فيها الروح، فإذا أنت في عداد الأموات، ذهب العمر وفات. يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في سهو ولهو وسبات، فبينما أنت على غيك فقد قيل مات. فيا عباد الله، ونحن في غفلة الحياة كثيرا ما نفاجأ باتصال أو رسالة أو غير ذلك أن فلانا مات وقد كان في كامل صحته وعافيته. وهذا يا إخوة الإيمان من علامات اقتراب الساعة، كما جاء عن سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإلى الله نشكو قسوة قد عمت، وغفلة قد طمت، وأياما قد طويت، أضعناها في المغريات وقتلناها بالشهوات. فكم وكم من قريب دفناه، وكم وكم من حبيب ودعناه، ثم نفضنا التراب من أيدينا وعدنا إلى دنيانا لنغرق في ملذاتنا. بل ربما ترى بعض المشيعين يضحكون ويلهون
أو يكونون قد حضروا رياء وسمعة بسبب الغفلة وقسوة القلب والعياذ بالله تعالى. يا عباد الله، يا عباد الله، ليلتان اثنتان يجعلهما كل مسلم في ذاكرته، ليلة في بيته مع أهله وأطفاله منعما سعيدا في عيش رغيد وفي صحة وعافية، يضاحك أولاده ويضاحكونه، والليلة التي تليها ألا وهي أول ليلة في القبر، بينما الإنسان يجر ثياب صحته منتفعا بنعمة العافية فرحا بقوته وشبابه، إذ هجم عليه المرض وجاءه الضعف بعد القوة وحل الهم من نفسه محل الفرج، فبدأ يفكر في عمر أفناه وشباب أضاعه، ويتذكر أموالا جمعها ودورا بناها وبيوتا سكنها، ويتألم لدنيا يفارقها وذرية ضعاف يخشى عليهم الضياع من بعده، وقد استفحل الداء وفشل الدواء وحار الطبيب ويأس الحبيب، ثم نزلت به السكرات، وصار بين أهله وأصدقائه ينظر ولا يفعل ويسمع ولا ينطق، يقلب بصره في من حوله من أهله وأولاده وأحبابه وجيرانه، ينظرون إليه وهم عن إنقاذه عاجزون، ولا يزال يعالج سكرات الموت ويشتد به النزع، حتى إذا جاء الأجل ونزل القضاء فاضت روحه إلى السماء، فأصبح جثة هامدة بين أهله. يا أخي، تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. فيا أيها المسلمون، وصية محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا سعة إلا ضيقها. صدق رسول الله. كلام مختصر وجيز، قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة، فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، قد قيل: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل بالعبادة. واعلموا أن تذكر الموت لا يعني كثرة الحزن وطول النحيب مع الإقامة على معصية الله، إن تذكرنا للموت ينبغي أن يقترن بخوفنا من سوء الخاتمة والسعي لتحسين أنفسنا قبل فوات الأوان. والأعمال بالخواتيم، كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.